تعرف على طريقة وكيفية إيجاد القصص على تطبيقكم ميسنجر. قم بالضغط هنا تطبيق ميسنجر، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا القصص. سوف نقوم بالضغط هنا القصص، وهنا سوف تجي جميع قصص المشاركين على تطبيقكم ميسنجر. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.